توفي رجل وخلف تركة ورثه فيها ابنه، ولكن هذه التركة أكثرها مغتصبة، فهل ينتفع منها هذا الولد وإثمها على أبيه، أم يعيدها إلى أهلها وتبرأ ذمة أبيه منها، أم كيف يتصرف بها؟ تركة إذا كانت مغتصبة ويعرف أصحابها فإنه يجب عليه أن يردها إليه، لأنها مظالم لا يجوز إبقاؤها والاستيلاء عليها، بل يجب أن ترد إلى أهلها ويتخلص من شرها، ولا يجوز أن تورث عن أبيهم والورثة يعلمون أنها مغتصبة وأهلها موجودون، ردونها عليهم. نعم، وإن كان أهلها غير موجودين وهم يعلمون أنها مغتصبة أو غير معروفين فإنهم يتصدقون بها ويكون أجرها لأصحابه. نعم، حتى لو كانوا بحاجة ماسة إليها، في مثل هذا يراجعون القاضي إذا رأى مثلا أنهم فقراء ومحتاجون وهي سبيلها الصدقة، يراجعون القاضي يتحقق من شأنهم. نعم، إذا فعلوا ذلك وتصدقوا بها، هل تبرأ ذمة أبيهم منها؟ الله أعلم، هل تنفعوا هذه الصدقة؟ هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى في الحكم بينهم. نعم، ومات وهو لم يتب من هذه المظلمة، فهذا يفوض أمره إلى الله عز وجل، لكن إذا تصدق بها يسلم الورثة من شرها. نعم، ويكون أجرها لأصحابها. نعم.